بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إعمال اسم مفعول. يعمل اسم مفعول عمل فعل المبني للمجهول، فيرفع نائب فاعل فقط إن كان الفعل متعدي لمفعول واحد، ويرفع نائب فاعل وينصب مفعول به إذا كان متعدي لمفعولين. ومعنى كلمة إعمال إن احنا بنعوض عن اسم مفعول بالفعل المبني للمجهول، ونعرف المعمول بتاعه لو هيكون حاجة من الاتنين، يما نائب فاعل أو مفعول به أو الاتنين مع بعض. فلما أقول مثلا المحمود صفاته محبوب، فالمحمود اسم مفعول على وزن مفعول، وده من ثلاثي على فكرة، وطبعا ده عامل زي ما هنشوف دلوقتي، فأعوض بداله وأقول الذي تحمد صفاته محبوب. إذن المعمول هنا كلمة صفاته، ودي لما أجي أعربها طبعا هتعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تمام. ولما أجي أقول مثلا مثال طبعا بيجي في الامتحان عندي، استخرج اسم مفعول عامل وبين معموله، تمام. فعندي هقول اسم مفعول كلمة المحمود، وطبعا المعمول هنا اللي هو كلمة صفاته، وزي ما قلنا بتعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب متى يعمل اسم مفعول؟ يعمل اسم مفعول في حالتين. الحالة الأولى إذا كان اسم مفعول مقترنا بأل، وفي هذه الحالة يعمل بلا شروط دون التقييد بشرط. فلما أقول المقبول جوابه هو الناجح، فالمقبول اسم مفعول من فعل ثلاثي عامل لأنه مقترن بالألف واللام، إذا أعوض بدل منها بفعل مبني للمجهول وهقول الذي يقبل جوابه هو الناجح. فالمعمول هنا كلمة جوابه، وطبعا لما تيجي تعرب هتعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تمام. لو خدنا برضو بعد كده مثال تاني، هقول مثلا المشكور فعله خلوق، فكلمة المشكور برضو اسم مفعول لفعل ثلاثي، وده عامل عشان مقترن بالألف واللام، تمام. هعوض بدلا منها ب الذي يشكر فعله خلوق، فكلمة فعله نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، ودي طبعا المعمول اللي هو بتاع اسم مفعول العامل. أما إذا كان اسم مفعول نكرة منونة، وده الحالة الثانية، فإنه يعمل بشرطين. الشرط الأول هنا، الشرط الأول أن يعتمد على الحال أو الاستقبال ولا يعتمد على الماضي، ده الأول شرط عندك، أن يعتمد على الحال أو أن يدل على حال أو الاستقبال وليس الماضي. الشرط الثاني طبعا أن يسبقه مبتدأ أو نفي أو استفهام أو موصوف أو نداء. هنشوف أول حاجة عندي إذا كان مسبوقا بمبتدأ، فلما أقول مثلا التائب مغفور ذنبه، فكلمة التائب هنا مبتدأ، واسم مفعول هنا كلمة مغفور، وطبعا دي هي خبر مرفوع على مترفع الضمة هنا منونة، فهي طبعا سبب إعمال اعتمدت على مبتدأ، وبالتالي هقول التائب يغفر ذنبه، فكلمة ذنبه هي نائب فاعل مرفوع على مترفع الضمة، وده المعمول بتاع اسم مفعول العامل، تمام. طيب رقم اتنين عندي، إذا كان يعتمد على نفي أو يسبق بنفي، فهقول ما مستخرج من العين إلا الماء، فمستخرج اسم مفعول، وعلى فكرة يا شباب ده غير ثلاثي، ميم مضمومة والحرف اللي قبل الأخير مفتوح، طبعا معتمد طبعا بيعتمد على نفي، هقول ما يستخرج من العين إلا الماء، فالمعمول هنا هو كلمة الماء، ودي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. رقم ثلاثة أن يعتمد على استفهام، فهقول أمقبول الفشل لدى الناجح، طبعا هنا همزة استفهام، واسم مفعول كلمة مقبول، تمام. هعوض عنها على طول طبعا بدل منها، لان ده عامل اعتمد على استفهام، هقول ايقبل الفشل لدى الناجح، فالمعمول هنا كلمة الفشل، وهي طبعا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تمام. طيب رقم دال بعد ذلك ان يسبقه موصوف، بمعنى ان يكون صفة، هقول مثلا مثال عندي طبعا ايه معنى كلمة موصوف؟ يعني يعرف صفة، يعني اللي هو اسم مفعول يعرف صفة. هقول مثلا رأيت طالبا ممنوحا جائزة، فكلمة ممنوحا هنا تمام كده هي اسم مفعول وده ثلاثي، تمام، اعتمد على موصوف. لما اقول رأيت طالبا يمنح جائزة، هنا بقى يا شباب نائب او النائب الفعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، وكلمة جائزة تعرب مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، اذا هنا اسم مفعول له معمولين، نائب الفاعل والمفعول به، لأن طبعا الفعل يمنح متعدي لمفعولين. ثم بعد ذلك إذا كان يعتمد على نداء،
يا مسلوبا حقه اصبر. فأداة النداء يا ومسلوبا طبعا ده منادى شبيه بمضاف منصوب وعلامة نصب الفتحة، فكلمة حقه هنا هي المعمول. هقول يا من يسلب حقه اصبر، فكلمة حقه هي المعمول ودي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. أخيرا أن يعرب حال، بمعنى أن اسم مفعول نفسه يعرب حال، وبالتالي أقول مثلا تقدمت مصر مرفوعة رأسها، فكلمة هنا مرفوعة حال منصوب على نصب الفتحة، وبالتالي في اسم مفعول عامل هقول تقدمت مصر ترفع رأسها. بقول طبعا هعوض عنها بالفعل، هقول تقدمت مصر ترفع رأسها، وبالتالي طبعا عندي هعرب كلمة رأسها هنا هي المعمول، وطبعا ده هيعرب عندك نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وبكده احنا نكون قد انتهينا من اعمال اسم المفعول، وشكرا.